دول من اي بطن حملت هؤلاء الخونه؟ اي بطن حملتهم؟ ده حتى مش عارفين يداروا. ولد اسمه معتز والولد اسمه ناصر وبقيه هؤلاء العصابه المنحطه تشعر بشماته منحطه. يخرب بيت سنينكم، ده انتوا كلتوا من الارض دي وشربتوا من ميتها وكنتوا عايشين بينا. طيب معايا اتصال من الاقتصادي ورجل البورصه الاستاذ محمد الماوي. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. تحياتي ليك يا استاذ والله. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الحقيقه انا ليا امنيه، انت ممكن تحققها لي، خلي البرنامج 5 ايام في الاسبوع مش 4 عشان نستمتع بيك اكتر، عشان انت بتغطي كافه اشكال القضايا الاجتماعيه. الحقيقه مش مجامله والله. ربنا يكرمك يا فندم، شاكر يعني بيوم الاربعاء كمان. حاجه ثانيه يا استاذ، بس انا بشكرك جدا يوم السبت حضرتك كنا عملنا حلقه، والحقيقه طبعا رئيس البورصه المحترم الدكتور محمد فريد والنائب الدكتور احمد عبد الرحمن وهم كلهم ناس افاضل محترمين، لقيتهم في تجاوب تام على فكرتنا والناس مرحبين بيه جدا، ولفت نظري ان ده كان اجراء احترازي وقت الدكتور اشرف الشراوي تم اتخاذه لظروف مؤقته في البلد. والنهارده في عصر العبور الثاني للرئيس السيسي، انت عارف ان احنا عملنا 5 سنين انجازات جميله جدا 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 اقتصاديه على مستوى المواطن وعلى مستوى شبكه الطرق وعلى مستوى تحرير سعر العمله. الحاجه الوحيده اللي هي واقفه الفكر بتاع الاقتصاد يا سيدي انا اشرت بيه معاك. عشان بس يا سيدي يبقى كلامي مدعم بارقام، سيادتك معايا يا فندم؟ معاك يا فندم، اتفضل. ايه انا كنت معاك بتاريخ 2/4/2020 بتاريخ 2/4، وممكن ابعت سيادتك الحلقه، اتكلمت احنا هنستغل الانهيارات اللي موجوده في الاسواق العالميه، واللي من 70 80 مليار جنيه موجودين في البنك الاهلي و80 مليار في بنك مصر هي شهادات استثمار، نستثمر الجهد بيهم لصندوق سيادي هديتي للدوله، زي ما احنا كسبنا كده من خير الدوله دي، عايزين ننتج يمين. ننتج يمين ازاي؟ حتى اي خبير ومن يريد ان يعني يحاولني من محافظ بنك مركزي وزير استثمار او رئيس اي حد اللي انا بقوله ده، لو في يعني اي اعتراض عليا انا موجود معاك، انا مش رحتش في حته. النهارده كان في عز الانهيار دي يا سيدي، كنا استثمرنا فكري ده في اللي انا قلته يوم 2/4 معاك، وشوف اسعار النهارده بالتحديد كان امازون مثلا ب 1400، النهارده ب 2800، بتكلم في مليارات داخل البلد، فلوسنا يا سيد مش قروض ولا بتحملنا فوائد قروض، سيادتك معايا يا سيد؟ بس الفكر لازم يبقى احنا النهارده ننطلق دي. عموما بشكرك انا بس عايز وانت معايا يا فندم، انت معايا، عايز اقول تحيه وتقدير لرئيس البورصه دكتور محمد عمران ورئيس هيئه سوق الاوراق الماليه وكل المسؤولين ورئيس هيئه تداول سوق المال. يعني الحقيقه لدينا في مصر خبرات وطنيه محترمه، وانا اعلم ان هناك بعض القرارات التي اتخذت خلال الاخوان انها كانت يعني قرارات احترازيه فقط، حتى يعني السيطره على الاموال المصريه والبنوك المصريه وتنظيم عملها حتى لا تتسرب بالدولارات في ايام تلك الايام، ايام من خلال هؤلاء الخونه. تلك كانت قرارات يعني وقتيه واحترازيه، ولكن حان الان الوقت الى ان يبقى عندنا شفافيه وعندنا، وكل تقديري وانا اعلم واراهن على رئيس البورصه ورئيس هيئه سوق الاوراق الماليه ان شركتنا اللي عامله في سمسره تشتغل في اسواق المال الخارجيه. اشكرك شكرا جزيلا رجل البورصه الاستاذ محمد الماوي. طيب وسط اللي بيحصل ده كله في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي كل الدول العربيه والسعوديه واليمن والسودان، قناه الجزيره والاخوان الارهابيين قاعدين يعملوا من الحبه قبه، بينما اسرائيل منقسمه. نتنياهو وجانس والانتخابات والدنيا متنيله ب60 نيله، ما حدش بيجيب سيره الكلام ده، مش موجوده خالص. يعني في تهديدات الحكومة وانتخابات وحكايات كبيرة جدا جدا، لا أحد يعلم شيء عما يحدث في الداخل الإسرائيلي، بينما لما واحدة بتروح قدام مستشفى في مصر أو في السمبراويلوين تلاقي القنوات كلها وقناة الجزيرة تلك الأداة الصهيونية الرخيصة مقومة الدنيا ولا تقادر. ماذا يحدث داخل إسرائيل مع الأستاذ إسلام كمال المدير التنفيذي لجريدة روز اليوسف؟ أهلا وسهلا بيك يا أستاذ كمال. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. هو زي ما حضرتك بتقول كده، فعلا في حاله انقسام شديده بين الكتله بتاعت نتنياهو وكتله جانتس، اللي الاول مره اسرائيل بتشهد فيها رئيس وزراء ورئيس وزراء بديل.